نرحب بوجود حضرتك معانا النهارده في فقره البحيره الصغيره. في البدايه نحب نتعرف على حضرتك. الاسم محمد عبد العاطي. الشهادات العلميه دكتوراه وماجستير وماجستير وبكالوريوس. الحاله اللي معايا متزوج. عند حضرتك اولاد؟ عندي اولاد. اولاد حضرتك سنهم ايه؟ في حد قدكم وفي اتنين في الجامعه. هل حضرتك بتحب الكوره؟ بحب الكوره بس ما بلعبهاش. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. خلال حياتك كان مين مثلك الاعلى؟ ناس كتير، اي حد كويس اشتغلت معاه هو مثل الاعلى. لو امكن حضرتك تقابل شخصيه عالميه او مصريه تحب تقابل مين؟ ده السؤال ده صعب فعلا، بس انا قابلت ناس كتير اساسا كان بالنسبه لي ان انا كنت بسمع عنهم اشوفهم في التلفزيون فقابلتهم حتى قبل ما ابقى وزير، فدي كانت بالنسبه لي كانت حاجه كويسه يعني. ايه اول حلم حضرتك كنت عاوز تحققه اول ما مسكت الوزاره؟ ان وزاره الري اول حاجه ان احنا الناس كلها تبقى عارفه بترشيد الميه، وان الناس كلها تبقى حريصه على ترشيد الميه، وان احنا نقلل التلوث في المجاري المائيه، وكفاءة العاملين في الوزارة تعلى، وإن وزارة الري ترجع زي زمان، وزارة بتطبق القانون وبتمنع المتعدين، بترشد المية وبتوزع المية.